ما رأيكم في قول الطحاوي قديم بلا ابتداء؟ أليس من الأولى وصف الله بأنه الأول؟ نعم، الأولى ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.